بعد اجتماعات مكوكية لمدة أسبوع وجلسة استمرت لأكثر من 10 ساعات في مجلس الشيوخ الأمريكي، يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار. هذه الأموال سوف يتم إنفاقها كالتالي: 60 مليار منها سوف تذهب كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، في حين أن 14 مليار دولار سوف تذهب كذلك كمساعدات عسكرية إلى إسرائيل. نحو 9 مليارات سوف تذهب كمساعدات إنسانية لكل من الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وسوف يكون كذلك جزء من هذه المساعدات إلى الأوكرانيين. 5 مليارات دولار سوف تذهب لردع الصين في المحيطين، ونحو 2.5 مليار سوف تذهب لدعم القوات الأمريكية في ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. صرف هذه الأموال ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، واليمين المتشدد من الحزب الجمهوري يرفض دفع هذه المبالغ من أموال دافعي الضرائب دون محاسبة أو رقابة عليها. لذلك يبقى مصير تنفيذ مشروع القرار الجديد في المساعدات الخارجية مجهولاً إلى حين موافقة مجلس النواب الأمريكي عليه. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.